هبتدي مع حضراتكم سريعا باهم الاخبار المحليه. هنبتدي من اليوم السابع. اليوم السابع قال ان محمد فضل مدير كاس امم افريقيا 2019 كشف ان هيتم بدء طرح تذاكر مباريات البطوله خلال الفتره ما بين 15 ل 20 ابريل الجاري، وده هيكون عبر النظام الالكتروني. وقال كمان ان هيتم الطرح على مرحلتين، الاولى هتخص المباريات من يوم 1 او لغايه 37، ثم بتطرح التذاكر الخاصه بالمباريات من 38 لغايه 52 وعن مراسم حفل القرعه. فقال فضل ان الحفل المحدد ليها هيكون يوم 12 ابريل تحت سفح الاهرامات، وهيبدا بعزف النشيد الوطني لمصر والنشيد كمان الخاص بالاتحاد الافريقي لكره القدم، وبعد كده كلمه رئيس الاتحاد الافريقي ثم رئيس الاتحاد المصري وكلمه اخرى لمندوب الدوله. ولافت طبعا ان الحفل الفني لن تزيد مدته عن 8 دقائق. كمان البوابة سبورت قالت ان اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية واللي بتستضيفها مصر في يونيو المقبل عقدت اجتماع تنظيمي مع مسؤولين الاتحاد الأفريقي امبارح يوم الثلاث في مقر اتحاد الكورة عشان تبحث الاستعدادات النهائية حفل قرعة البطولة والمقر ليها يوم 12 ابريل الجاري في منطقة الأهرامات. شدد مسؤولين اتحاد الكورة او مسؤولين الكاف على ضرورة التأكد من جاهزية جميع الملاعب قبل وقت كافي جدا من البطولة، خصوصا طبعا التقارير الأولى بسبب طبعا أول جت عن طريق لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الأفريقي أكدت أن جميع ملاعب البطولة لسه تحت الصيانة ومحتاجة لمزيد من الوقت عشان تتضح الرؤية، لحد طبعا يمكن محتاجة الأيام أو الأسابيع عشان تتضح الرؤية فيها.